عن الأنتولوجي. كثير ناس أنتولوجي 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 كل شيء بيقولوا الأنتولوجي. اعمل لي أنتولوجي، أنتولوجي الكراسي، أنتولوجي السيارات، أنتولوجي شو شنتات، أنتولوجي الحب، أنتولوجي الكرة، أنتولوجي العدل، أنتولوجي الخضرة، كله بنعمل له أنتولوجي. لدرجة إنه كثير مرات ما بدنا ننكت على الأنتولوجي إحنا الناس اللي بتشتغل بالأنتولوجي. موضوع كثير هام. هلا نبلش فيه. طبعا الريدنج ماتيريال، الريدنج ماتيريال لهي المحاضرة تحديدا كل شيء بالسلايدز وكل شيء بحكيه لأنه مسجل، لأني بحكي شغلات مش موجودة بالسلايدز. والتو ارتكلز هذول مش كل شيء فيه مطلوب، المفروض أنا حددت هاي كلها مطلوبة، وتاعت توماس جروبر بدايتها بصراحة، والباكس كان هاي الريدنج ماتيريال ما فيش، يعني هاي التشابتر سي المطلوب. بدنا اليوم نعرف واي اونتولوجي، بعدين نعرف وات از اونتولوجي. نبدا، بحب انا دائما ابدا بالابلكيشنز كيف استعملها، بعدين بروح افهمها بالتفصيل احسن ما افسرها شيء هي، وبعدين كل وانا افسر فيها بتقول لي شو الابلكيشنز تبعتها. خلينا نبدا في الابلكيشنز وبعدين نبدا في شيء هي. طيب هاي الصوره، هات نشوف شو هي. شو معنى انفورميشن سيستم يا شريحه؟ نفس الابلكيشنز. كيف يعني الابلكيشنز؟ يعني اي ابلكيشن بنسميه سيستم بيحتوي على المعلومات اللي احنا، يعني اي ابلكيشن بنسميه انفورميشن سيستم، موافقه؟ اي ابلكيشن بياخذ داتا وبيطلع لنا اي ابلكيشن باخذ داتا وبيطلع لنا معلومات. اعطينا امثله يا عبير. الانفورميشن سيستم هو بيجمع الابلكيشن مع الداتا مع اليوزر بيستعمله. شو رايك انس؟ نفس الشيء، انه في داتا بيس، انه لازم يكون في داتا. ابلكيشن بدون داتا ما بنسميهاش انفورميشن سيستم. اوكي، فالداتا زائد الابلكيشن اللي حواليها. بس انت قلت كلمه خطيره، والناس كمان موافقين؟ أنا موافق. طيب نأخذ ريتاج، هل هو information system اللي هي الداتا والابليكيشن تبعه واليوزرز برضو وكل الكوميونيتي تبعته، هذا هو information system. هلا بمعنى آخر إنه في عندنا خلينا نقول DBMS مع الداتا، في عندنا الابليكيشنز، أوكي المفروض أحط اليوزرز كمان، في عندنا كمان الconceptual schema تبعته، مزبوط؟ هاي بنسميها انفورميشن سيستم زي الريتاج. هلا هاي عادة تنعمل لقديش اورجنايزيشن؟ عادة لوحدي، مزبوط؟ عادة. هلا هل في داعي لانه ريتاج يحكي مع برا؟ انه 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 في كونكشن مع انفورميشن سيستمز برا؟ زي مثلا بس طيب قبل 10 سنين عمره حياته اجى على خطر على هذا الشيء حدا؟ فالناس متعوده على ايش؟ على انه الانفورميشن سيستم وحواليه صور، زي صور الجامعه عليه صور، هيك الناس مخها، لا هيك كانت الناس تعامل مع الانفورميشن سيستم. فما في داعي انه نعمل انتر اوبرابيلتي، انتر اوبرابيلتي يعني نتبادل معلومات مع حدا من برا. هلا بعدين اجت شو هي؟ انفتح العالم، صار في انترنت، صار في لازم انفورميشن سيستم واحد يحكي مع انفورميشن سيستم اثنين. ان هلا كيف يعني يحكي؟ في خط، هذا معناته بيطلع من باب السور تبع الجامعه لا باب سور انفورميشن سيستم ثانيه، بجوز وزاره، بجوز جامعه ثانيه، بجوز بدها الجامعه تحط اسعار العملات لما الطلاب بيدفعوا او الى اخره، بجوز بدنا نحط المناخ البنك المركزي، معناته صار انفورميشن سيستم بتحكي مع انفورميشن سيستم براني. هون بتبلش المشاكل. كيف بده يحكي؟ كيف
صار في عندنا نيو نيدز، صار في عندنا اوبن داتا اكستشينج. على فكره مش شرط نعرفهم اللي بنحكي معهم، لو بدنا نجيب العملات بدك حدا عامل اي بي اي للانفورميشن سيستم تبعه، واحنا نشبك على هذا الاي بي اي ومنطول البيانات. هلا معناته بدنا مثلا مشكله الفورمات، مشكله السماء، المعنى الداتا اللي بتيجينا وهل مجرد بجوز اللايبراري تبعتنا بدها تشبك على جوجل بوك وعلى امازون مباشره. هلا بدها صار في عندنا مشكله اللي هي التعامل مع اللي هي الفورمات تاع الداتا، المعنى تاع الداتا، الستراكشر تاع الداتا اللي بدنا نسويه. الشيء الثاني قد ان نسمح لحدا انه على فكره انه يخزن في عندنا احنا، يعني نسمح لواحد مش بس ريد اونلي ورايت. زي مثلا افرض انه هذا البنك المركزي سلطه النقد، وهي عندنا بنك معين، وين راح ما مش هون. هلا انت لما تودي ترانزاكشن هون او بنك وبنك، انا بحول من بنك فلسطين ووليد حسابه في بنك الاردن، صح؟ هلا انا لما احول لك فلوس بتتخزن عندي، بتتخزن عند البنك تبعك، صح؟ معناته وكأني انا مش لازم طبعا هي بالنص كل هاي حسابات اوتوميتد، معناته وكأنه انا اذا المدير الاي تي بنك العربي بده يسمح لحدا يكتب وين في الداتا بيس تبعته. هنا في شيء خطير، في عندنا نوع، في عندنا مشاكل ثانيه انه هسه نسمح للناس تعمل كويري علينا. كويري علينا لحالها هي سهله، بس مرات بلزم نعمل جلوبال كويريز. اعطي سلطه النقد تقول هون، هي سلطه النقد هون تبقى كونكتد مع 20 بنك، اعطيني كل كل الاشخاص اللي عندهم اكاونتس وعمرهم فوق 17 سنه، واعطيني قديش مجموع معهم فلوس في كل بنوك، بدي اشوف رقم واحد. معناته هسه شو صارت الكويري؟ صارت بدك تودي الكويري هاي على الكل وتجمع، وبعدين تيجي الداتا تعملها اجريجيشن تجمعها وايش؟ طلع الريزلتس. هذه الشيكات الراجعه. او الشيكات الراجعه عند من كل البنوك. هلا هذا الكلام صار في عندنا اوبن تشالنجز. هلا هذا ما زبطش، اول ما بلشنا خلينا نقول بلش العالم في 96 يمكن عملوا شيء اسمه اكس ام ال سكيما. اكس ام ال سكيما، انو بيعرف اكس ام، بيعرف ايش اكس ام ال سكيما؟ طب انو بيعرف اكس ام ال سكيما؟ بتعرف؟ اكس ام ال عادي، اكس ام ال سكيما تعرفي؟ يرفع اصبعه اللي بيعرف. اثنين اكس ام ال سكيما. انو بيعرف اكس ام ال؟ الكل بيعرف اكس ام ال. في شيء بنعمل له اكس ام ال سكيما بحيث انه الداتا تبعتك، مش انت بتحط في الفايل بتكتب اكس ام ال؟ بس بيكون في سكيما معموله لهذا الاكس ام ال. هلا انت بتوزع هاي السكيما في البنوك، بتوزع هاي السكيما بتقول لبنوك فلسطين لما تودوا لي داتا بدكم تنتبهوا تتبعوا هاي السكيما. ليش؟ لانه البنك فلسطين سلطه النقد عندها سلطه على البنوك. افرض انه فيش سلطه على البنوك، طب بسرعه الاكس ام ال سكيما بطلت ايش؟ كفي. فاجت الار دي اف بال 98 98 طلعت الار دي اف، درسنا الار دي اف. هلا في الار دي اف كنا هاي مور اوبن. اول شيء بتسمع بالسيمانتكس، عرفتوا تتذكروا. ثاني شيء مو يعني بتعمل زي تخلي الناس زي تقول الداتا تبعتها كيف ما رمتها تيجي مرتبه، فبتسمح في اسهل الانتجريشن، بس برضه ما بكفيش. قلنا شو لازم نعمل؟ انتولوجي لازم نعمل بالاول، مزبوط؟ لازم يكون في انتولوجي اللي هي بنحدد فيها المعنى تاع البيانات، مش بس الستراكشر تاع البيانات. الاكس ام ال بتعطينا بس ايش؟ ستراكشر. تتذكر ليش الاي اي اي والبي دي بي في محاضرات لما حكينا عن الار دي اف قلنا ايش الاكس ام ال بكفيش؟ انه فيش فيه معنى، بس ايش؟ الار دي اف تسمح لنا نحط المعنى، مزبوط؟ هون المعنى اللي هي الانطولوجي.
فهو مخزن للمعنى. طيب هلا لما نقول المعنى مش ليترالي يعني او الا بصفي زي يعني هاي مش سكيما، هاي بتلعب دور سكيما هي على فكره اذا بدك، بس هي اكثر من سكيما، هي فيها كمان المعنى. طيب اذا وفي عندنا منستري، بدك تحكي مع منستري، هذا المثال عن الاي جوفرمنت، وزاره بدك تحكي مع وزاره، عبر ويب سيرفيس زي ريتاج بدي احكي مع وزاره التعليم العالي، نفس الشيء. طبعا احنا هون متجاهلين مشاكل السكيورتي والليجل الى اخره، بنحكي بس تكنيكال. نفس الشيء لازم نحط هون جفرمنت انتولوجي، لازم نعمل ايش؟ جفرمنت انتولوجي. ها؟ عشان شو هاي الجفرمنت انتولوجي اللي بتساوي لنا؟ عشان لما في داتا مسج، ها؟ داتا مسج بدها تطلع من وزاره لوزاره، هاي الداتا مسج شو الانتولوجي اللي بتساوي لنا؟ اكرهيهم يا عبيد. The meaning، أول شيء المعنى، بعدين vocabulary اللي من أسماء الفاريابلز أو أسماء الأشياء، زائد والداتا ستراكشر، ثلاث شغلات. ثلاث شغلات اللي في هاي المسج لازم إيش؟ يكونوا كوميت ل الجفرمنت انتولوجي، يعني المعنى معرفهم. بيستعملوا بس الفوكابيولري اللي هون، والداتا ستراكشر اللي موجود هون. هيك صفة زي الإكسبل سكيما يعني. بس الاكسبل سكيما فيش فيها معنى. فيش فيها معنى. فكرة انت بتردد مش مقنع. 100% صح؟ يعني مش لا خليك جري كله مش مقنع 100%. مقنع بس مش 100%. طب الـ RDF حلت مشكلة الاكسبل. وهو لسه درسنا أول كمان عشان نحط المعنى فيه. هلا في المحاضرة اليوم عشان أقول لك أول لحالها بدون مخ بتكفيش. فأنا موافق معاك بالتردد تبعك. أصلاً هدفي أثير شكوكك. أقول لي هو الأول صراحة الأول زي الإكسمل سكيما اللي بتعرفوه لحد اليوم. بس أنا اليوم بتعملها طعم ثاني. محاضرة اليوم بتعملها طعم ثاني. هلا هلا بنشوف. ها طيب هاي شو مكتوب هون؟ انتروجيا الحكومة الفلسطينية. على فكرة أنا بقولش الإي جوفرمنت هون. بقول إي جوفرمنت. لأن الانتولوجي هاي مش بس للإي جبرمنت، هاي بتزبط للجبرمنت. هاي مثلا لما ندعس هون على موديول على أحد الموديول سبعتها بطلع لنا هاي. أنا هاي شجرة الشخصيات القانونية فلسطين، شخص شخصية قانونية هي شخص طبيعي زي وزيها، وهي شخصية اعتبارية زي مؤسسة. الشخصية القانون الشخص الطبيعي بتقسم لأقسام عدة كاتيجوريز، في ناس في مواطن وفي غير مواطن. المواطن معه هوية خضراء، الغير مواطن مع جواز سفر او هوية زركة او جواز اجنبي او نزل بالشجرة. اذا مؤسسة قد تكون الدولة هي مؤسسة، الدولة لها شخصية قانونية، الشركة لها شخصية قانونية، مؤسسة او جمعية او نقابي. هاي في شجرة شخصيات، هاي واحدة ثنتين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، تسع انواع من المؤسسات، تسعة كاتيجوريز من المؤسسات. ها اللي إلهم يعني تسع شخصيات قانونية. لما الشركة بنزل فيها شركة مساهمة وشركة عادية، وبعدين بتنزل مساهمة كذا، ففي شجرة من الشخصيات القانونية. هان لما واحد يودي داتا مسج، يعني لما وزارة الداخلية بدها تودي لوزارة العدل أو التربية، وزارتين، وزارة التربية بدها تودي لوزارة وزارة الداخلية بدها تودي لوزارة العدل داتا مسج، هلا أنت بدك تقول له أنه شخصية مهن تودي له. أوكي باي ديفولت معظمهم أنتوا عندكم إيش؟ هوية الخضراء. طيب لما هو بيودي لك هل بتقبل تخزن معلومات عن كل اللي بيودي لك إياهم؟ لا، أو بدك تعرف هل معه هوية ولا لا؟ هوية يعني قصدك هوية خضراء. طيب مش بصح لواحد في وزارة هون واحد أجنبي يدرس في جامعة بير زيت؟ معناته في عندنا فايل، معناته لما تودي داتا مسج لازم تعرف عن ايش بتحكي. هذا من ناحية المعنى. والستراكشر تاع البيانات لازم يكون معرف، الفوكابيولوري اللي بتستعملوها النيمينج لازم تستعملوها. طيب نفس الفكرة،
اذا في عندنا اكثر من مثلا امازون او بوك ستورز اونلاين بدهم يحكوا مع بعض، لازم برضو يبقى في اونتولوجي بالنص نعمل شيرد مينينج لهالمعلومات اللي بتناقلوها. ها لازم هذا الداتا مسجز، طبعا هي مش بتروح هون، هي كوميتس المعنى تبع البيانات المكتوب هون استراكشر النيمينج بيكون حسب الانتولوجي. هاي بالاو ار ام. ها هاي بيش هاي شريها شو هذا اخذتوه؟ وين فين؟ اقرا شو ديسكريبشن لوجيك. هاي ديسكريبشن لوجيك، فهي نفس الاو ار ام بس ايش هنا في الديسكريبشن لوجيك دازنت ماتر. هو في الاول في عندكم مشكله لحد هلا؟ فهي هيك الانتولوجي. طيب افرض انه كمان للسيمانتيك ويب، افرض انه حدا كان فايند ا ديفلوبر بوزيشن ماكسيمم 10 مينيت فروم رام الله. انا بدي اشتغل ديفلوبر مبرمج ماكسيمم 10 مينيت فروم رام الله. ها لو تسال جوجل هذه، يعني لو تسال جوجل شو بجاوبها؟ ليه؟ أرجيك إياها؟ هاي construction boom sign of West Bank بلا بلا إسرائيل business music as resistance inside Ramallah bubble the electric أبصر شو Ramallah هذا اللي بدي أقول لك. ليه؟ شوية إذن search engines reached their limits. هذا الماكسيمم اللي جوجل بيقدر يعطيك. يعني لما تسأل وحدة keyword جابك عليه، أما إشي في معنى بقدرش تجاوب. ها؟ على أساس بيجي هذا الدكتور بقدرش تجاوب. string match. طب إحنا عن جد بدنا search engine يقدر يجاوبنا على سؤالنا زي ما. شو رايكم؟ إذا في ممتاز. الله ممتاز جدا. تفضلوا على المحاضرة. شايفكم؟ بالك عليه؟ فهي مشكلة، شفتوا كيف مشكلة السيرش انجنز؟ لأن تبحث بدون معنى. هي أصلا مش فاهمة عليك. يا اصلا بتفهمش انت شو كاتب. وتغيرت اللغه مش مهم عنده. ليه؟ مش مهم. لانه كل اللي بنكتب مش مهم شو اللغه حتى اللي بنكتب بيها، بيعمل سترينج ماتش. فهمش المعنى، كيف بدنا نفهم الكمبيوتر المعنى؟ كيف بدنا نفهمه المعنى؟ انا عندي اقتراح. يلا. انا عندي اقتراح منى. شو اقتراحك؟ ماشي ما دام ندرس على الانتولوجي يبقى الانتولوجي. كيف؟ شوف كيف؟ ما هي بتفهم المعنى ما بعرفش كيف. مش ممكن ندرس على الانتولوجي. بس تفكير بشري. لا ها هي تفكير بشري سبحان الله، على فكره اخذتوه. طيب ها بقول باد ريزلتس از ستريج ماجيك سيرش نوت مينينج فول سيرش. طيب خذوا هذا السيناريو. هاي عندنا ويب سايت، الانتولوجي هاي ويب سايت. نربط الويب سايت مع ايش؟ مع الانتولوجي، والسيرش انجن نفسه لازم كمان يرتبط مع الانتولوجي. كيف؟ هذا بالصورة. شو اساوي؟ شو التكنولوجيا اللي استعملها عشان احقق هذا السيناريو؟ منى بسيطة ديما بتساعدني. كيف يعني؟ يعني لازم نعمل إشي بالويب سايت، بكودينج الويب سايت، إنه يصير يفهم لما نقول في هون إعلان عن بوزيشن، يفهم إنه هون في إعلان عن بوزيشن. حاولها. مقتنع باللي بتقوله؟ وإذا هاي الشركة كلها مش مقتنعة عشان تكلم. هاي الشركة يشوف هاي الشركة قديش بعيدة عن رام الله.
عشان يكون عارف مين بدي يعمل كل واحد كل واحد الدول بدي يعمل القصة هاي كلها الويب سايت تبعك لما تعمل زياد لما جوجل مثلا تكتب له دو بارل برو شفتها هاي لما لك بارل برو هذا يفهم عليك ايش كتبت له. بس هذا لا زياد انا بفكر انا احكي له لا اول شيء لا اول نسمع حوار انا سعودي ديما بقول لك حط الويب سايت في الار دي في بتعرف شو الار دي في تعرف شو الار دي في شو الار دي في شريحه عندك لي عبي شغلات بنحط في كود بنحط في ال HTML تبع الويب سايت بخلينا نعرف الكود تبع المعلومات بترجعنا مصطفى جرار هذا من وين ايش هو ايش جاي بطل نعرف انه مصطفى جرار ستريت بصير نقول هذا شخص ما على فكره ولا يو ار ال تبعه كمان صح؟ بصير نعرف اخترعت انس ولا بس مش هيك حاجة قديمة هي شو حاجة قديمة؟ انا شو حاجة قديمة؟ تفضلوا مش ركان بس مش هو الديفل بس انطرج ايش حكيت انه في كل الويب سايت بدي اعمل انطولوجي خاصه على كل واحد بدك تحط بدك تعمل سيت الار دي اف اي على الويب سايت تبعك طيب انا مش انطولوجي هلا هلا كيف السيت كيف السيت هذا كله هذا هاي ويب سايت جامعه بيرزي معلنين عن شغل بيكتبوا الجوب ديسكريبشن الجوب ديسكريبشن بيكتبوه في ايش في الار دي اف اي هاي جامعة القدس بكتبوا في الار دي اف اي هاي وزارة الداخلية في الويب سايت تبعهم عندهم برضو جوب ديسكريبشن بكتبوا في الار دي اف اي هاي مؤسسة اكس مؤسسة تشارك عندهم كمان بكتبوا في الار دي اف اي هلا بكتبوا في الار دي اف اي شو يعني؟ يعني انت بتقدر تاخذ الداتا مش كتكست وكأنها تيبل وكأنه هذا تيبل وهذا تيبل وهذا تيبل وهذا تيبل وانت لانه ليش داتا صارت ستراكشر مزبوط تقدر تعملها ديستيل ترش ديستيل او اكستراك هلا الداتا صارت ستراكشر لانها مكتوبه بالار دي اف اي هلا لما تجيبها عندك طبعا مكتوبه ان تيرمز اوف ذا اون ديس اونتولوجي مع وتدبها فوق بعضها مش مهم يعني وكانك بتعمل صار الانترنت زي داتابيس وكانه كل سايت تيبل ليش صار يدور في الانتولوجي هاي ما يدورش في الانتولوجي لا هو بدورش في الانتولوجي ممكن انا لا 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 هو بدور في الانتولوجي سيبك من الخط الاصفر هذا الخط هو بدور هون وبس الخط الاصفر عشان يفهم معنى المكتوب هون طب بس طب شو كيف بدي اعمل ار دي اف ال الكوير اللي انا طلبتها يعني مثلا انت حكيت سؤالك هذا خليه شوي على جنب قصده اوكي شو قصده هو هاي لازم نحولها تكون زي ستراكشر دي كويري سعيد يعني اذا هاي داتابيس لازم تكون اس كيو ال هاي مشكله ثانيه هاي مشكله اخرى لازم يكون فيها واحد معطي لكل السايتس هاي خليه ماشي نقول كيف نبحث يعني افترض جدلا انه هاي في طريقه بنحولها ل ستراكشر دي كويري طبعا بدي اسالك سؤال انت حكيت بدي اطولهم هدول ان تيرمز اوف ديس اونتولوجي صح شو معنى هاي الكلمه لحالها سؤال جميل هلا هذا بيقول مكتوب فاهمينها انها مكتوب بالار اف اي وشو معناتها بس شو معنات فيرست نيم انو اللي بحدد هذا حاط فيرست نيم طيب معناته وهذا حاط فيرست نيم وهاي فيرست نيم وهاي فيرست نيم وهاي فيرست نيم اسم التاج وين معرفه في الانتولوجي كيف انت عملت تو ار دي اف فايلز في المشروع ان تيرمز اوف يور RDFS سيقول يعني in terms of RDFS يعني لما بتقولي if name أو first name التاج وين تعريف هي URL وين التعريف هالموجود إذا بالتالي إنه هذه طريقة البحث اللي أنت بدك تكلم من خلالها هتبحث لازم تكون في أنتولوجي موحدة عن طريقة إنك تبحث من هناك يعني كل السايتات قصدها تقول نعمل أنتولوجيا كل الإنترنت عن كل إشي واحد يونيفايد أنتولوجيا عشان تقول لك كل واحد أنتولوجيا
بشكل افيشنت صح؟ اذا بتكتبها بشكل افيشنت بدل انه هاي سؤالك وملاحظاتك بدل انك فاهمه ماشي باكد لك لا شو هيك السؤال؟ تقول لك معناته هيك بدنا انطولوجيا لكل شيء وهذا يعني امبوسيبل ماشي نقول امبوسيبل بس خلينا نقول هيك هلا طبعا امبوسيبل معناته ليش انفصل؟ انا بعمل انطولوجيا واحدة بس بحكي للسايت انطولوجيا لكل شيء مش بس لكل ويب سايت ولكل انواع المعلومات في الدنيا عشان تعمل انترناشونال هيك شيء مش حيصير انا بقول لك اياها مش حيصير هيقولوا حيعمل انطولوجيا على كل حال لهون وصلت اسمعوا كيف لهون وصل خلينا نقول لحد هون الى حد ما قاعد الناس تشتغل في الابحاث انه اكيد مش حيصير انطولوجي لكل شيء اكيد هذا الكل مفترضه حيصير في كثير انطولوجيز كل واحد اصلا هو سجلت بزيت السكشن تبع الشواغر العمل حتكون مكتوبه ان تيرمز اوف انطولوجي تحت العمل والاشياء الاكاديميه ان تيرمز اوف انطولوجي كذا يعني نفس الويب سايت حيستعمل اكثر من انطولوجي معناته مهمه جوجل يعمل ماتشنج بين الانطولوجيز جوجل او غير جوجل يعني يعمل ماتشنج بين الانطولوجيز حتى يقدر يحسن العالم رايح قلب بس بدك تقول والعالم رايح بهذا الاتجاه بس هلا جوجل ما فيش حلول فيش على هذا لا مثلا اقول لك شو اللي صار مثلا بالفيسبوك في شيء اسمه اوبن جراف شو الاوبن جراف تبع الفيسبوك هلا فيسبوك هسه انت لما تعمل لايك لبرودكت مش لما تعمل لايك لإذن لا هو بيفهم انه هاي برودكت وبيفهم انه هاي انواع البرودكتس واذا عملت ايفنت بيفهم شو نوع الايفنت ليش؟ عملوا انطولوجي معينه بسموها هم كلها بسموها اوبن جراف بحيث انه انت بتقدر اذا بتقراوا عنه بحيث بتقدر يعني لما تعمل لايك او شير او 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 بيقدر يعرف انت عن ايش بتحكي وكان هالانطولوجي تبعتهم طبعا هم شو يساووا؟ عملوا مافيا مع مايكروسوفت ومع سي ان ان ومع بجوز حوالي 700-800 شركه من الكبار ودبوها مره واحده بالسوق بدون جوجل واي بي ام وهذول برضه البيج براذرز الثانيين ها ودبوها عشان يفرضوا احتكار للماركت وماشي هلا شطارت غيرهم ثاني يطلع وبالاخر حتكون هاي انا بقوله اللي بقوله انه مش حل سحري هيك انه انت النولج اللي موجود على الانترنت رايحة تنعمل بهذا الاتجاه. شفتوا كيف؟ احنا اخذنا شيء اسمه نو سيكوال داتا بيس انه حكينا عن طريقة الجرافس وهذا الاشياء اللي بتتبعوها مثلا من فيسبوك وغيرهم. عشان يسهل عملية الكويرة لما يستخدم سكيما معينة. صحيح. ايه هناك داتا. احد الكومبوننتس. احد يعني انا بدي يعني انا حد يسأل سؤال انا اربط لك اياه. لما ايش اعمل كرول وعندي انترنت زي هيك مكتوبه وبدي اعمل كرول للانترنت كرولينج هلا هاي ستراكتشر داتا مش اتش تي ام ال تكست زي ما هو هلا بنعمله كرولينج وكاني هاي ستراكتشر مش ستراكتشر داتا بتاخذ الار دي اف اللي بكلبها والار دي اف اللي بكلبها والار دي اف اللي بكلبها لا انا حاط هون 3 مليون بيجز ها جوز 3 مليون سايتس هن مش بيجز حتى بعرفش هلا مش مليون سوري مليار هلا هذا بس هذا السلايد عملته بجوز قبل 7 سنين هلا ابصر قديش هلا هذا الكلام شو معناته؟ معناته انه انا عمليه الكرولينج طب وين بدي اخزنها؟ هاي ستراكشر داتا بدي اخزنها في شو؟ في ريليشنال تيبل؟ بدي اخزنها في في في, في اوراكل؟ بكفيش ار دي اف شو؟ ار دي اف هي عباره عن موديل بس مش المانجمنت ستوري يعني مش دي بي ام اس هناك في طلعت فكره نو اس كيو ال داتابيز يعني فيش ستراكشر للداتا يعني داتا ستراكشر بس يعني فيش سكيما للداتا سوري في هلا افكار كثير عن انه لما تكون باللي بسموها الويب داتابيز او يعني مش يعني ترند هو مش داتابيز معين اسمه ويب داتابيز او جراف داتابيز من هون اجت خليني امشي لانه هذا مش موضوعنا صراحه هاي فكره ثانيه سويناها في ايام احنا
في بلجيكا بال 2001 وانا هناك انه في عندنا هون الويب سايتس. الويب سايتس لما تشتري او بتقدم خدمات فنادق على اي شيء وبدك انت انت مرات بتعرف يعني دولة اصلا الويب سايت او الشركه هاي صح؟ ها بتعرف مرات بتعرفش هذا بدك تتذمر بدك تشكي لهم. يعني هذيك النهار اشتريت انا اشي زي انسر ماشين للايفون ابلكيشن نعرف كده حقه $39 قررت اشتري $39 يعني من اغلى الابلكيشنز اللي في الاب ستور. هلا لما نزلته الكيتو مش انسر ماشين الكيتو كلام فاضي ولا بيستاهلش سنت. تقدرش تجرب الابلكيشن غير تنزل تشتريها يعني. هلا طب شو استمينه ضمرت انا رد علي ولا واحد. هلا كانت الفكره هذا في هذا بالاول 2000 انجاز التعبير ل 2000 انه التذمر يكون سنترال كل الويب سايت. يعني انا بشتريش من الويب من اي ويب سايت الا اذا بدعم التذمر تبع الشركه الفلانيه. والتذمر هذا اوبن يعني ترانسبيرنت. هلا تذمر عن اي شيء انا. فعملنا يومها يعني هاي الفكره انه الكاستمرز تتذمروا في ستاندرد كومبليننج سنترلايزد بورتال. وعشان نحط هذول لازم نعمل انطولوجي لهذا الكومبلين لانه مرات انا بدي اتذمر عن برودكت بجوز بدي اتذمر ضد السي ان ان بجوز بدي اتذمر ضد الفندق بجوز بدي اتذمر ضد سياره. مرات في سبيسيفيكيشن عن التذمر اه بدي احكي عن ايش بتذمر صح؟ فكمان الكومبانيز كان اكستندس انتولوجي في كور للانتولوجي هسه بورجيكم اياه هذولا. وفي حتى نوع يعني اذا بنحكي عن البنوك مثلا بنعمل اكستنشن للانتولوجي بالاشياء اللي لها علاقه بالبنوك. هلا عملت انا عملت الانتولوجي مكتوبه بالاور ام مثلا كومبلينت ريكويست كومبلينت سوري كومبلينت له نمبر له ديت وهي الكومبلينت اللي بتضمها هاي اللي نحن نتذمر ضده. مرة لما تتذمر انت في حول مشكلة لازم تتذمر حول مشكلة عارفين شو معناها حول مشكلة على الأقل على الأقل فهاي مشكلة. ومرات اوبشنالي ممكن تكون انا بتتذمر بس انا بدي الحل يكون كذا. هاي انواع الحلول تري عن الحلول كومبلينت ريزوليوشن بسميه ممكن يكون بدك اياه اكونوميك او سيمبوليك او بس بدك كوركشن. واحد مسجل اسمه غلط وانا بدي اتذمر بس بديش شيء بس اصلح اسمه. وانواع مثلا السيمبوليك ممكن يكون ابولوجي او برايفسي ريكويست او شجره. خليني اعمل سكيب. هاي مثلا انواع المشاكل في شيء قبل الكونتراكت في شيء بعد الكونتراكت في شيء برايفسي اذا كان ما فيش كونتراكت بينك وبين الشركه. هل هي انت ضد السيلز مانجمنت عملوا لك دامج كونتاكت كوبيرايت كونتنت عملنا شجره. فيعني انت لما تتضمى هل هي انطولوجي. هاي كله هذا الكلام ايش انطولوجي. هل هاي الانطولوجي لايش كنا لويب سايت اللي هو حاول كومبليننج. انا بس هون بدي اورجيك ايش مثال اخر على استعمال الانطولوجي انه ممكن انا اعمل انطولوجي هاي شير لكل الشركات اللي هي بدنا نستعملها داخل البورتال الكومبليننج بورتال. شفتوا هاي مثال ثاني؟ طيب على كل حال هلا النيد فور شير سيمانتكس واضح انه في هيوج ديماند اند ذير ويل اولويز بي ها فور شيرينج داتا نوت اونلي فور شيرينج داتا بت اولسو فور اتس سيمانتكس ان اوردر تو الاو اور تو كوميونيكيت ايش؟ meaningfully. اذا ما عملناش هيك ما عملناش انطولوجي بصير في مس ماج في الكونسبتس يعني مس اندرستاندينج. مره انا بقول لك اعطيني انا بقول لك عن السالري انت بتقول لي شو قصدك بالسالري او اذا ما قلت ليش ممكن تودي لي السالري جروس انا قصدي فيه النت او الى اخره. وهاي بتعرفوا جارتنر جارتنر هاي اشهر شركه بالعالم بتعمل ماركت ريسيرش. شو يعني ماركت ريسيرش؟ منى انت بتشتغل بالبزنس. شو يعني ماركت ريسيرش؟
يعني لو جينا كنا للتو اي شركتكم بدهم يشوفوا ترندز والى اخره، يعني هذول الجارتنر ببيعوا ارائهم عن الترندز تاعت الماركت، وارائهم ببيعوها باثمان غاليه جدا. ليش؟ لانه اللي بيحكوها بيحكوا مرات صحيح. ففي 2002 قالوا انه في نقص في التكنولوجيز والبرودكتس تو دايناميكلي ميديت ذس بارتنز، يعني اللي هو الاختلافات ان بزنس سيمانتكس، انه في مشكله في البزنس سيمانتكس. هيك البزنس سيمانتكس يعني اللي هو السيمانتكس تاع البزنس، يعني هاي كوت مهمه الواحد يقولها انا هلا انا قاعد. هلا شو الفرق بين الاكس ام ال و الانتولوجي الاكس ام ال سكيما؟ قصدي يعني كان وي يوز اكس ام ال انستد اوف انتولوجيز؟ عبير ليش؟ لانه الاكس ام ال سكيما ما فيش مينينج. بالضبط، تذكر هذا المثال ولا انا ما رجيتكم شيء؟ اياه انه اي هاي اكس ام ال، ها بوك بوك، بس الاكس ام ال بتمنعنيش احط اي اي اي، بالتالي فيش معنى، يعني هاي بس هيك، ما واضح؟ اكس ام ال بروفايد سينتاكس، اونتولوجي بروفايد سيمانتكس، فانا بدنا ليفل ثاني فوق الاكس ام ال عشان نعمل سيمانتكس. في حدا بيقول لي كل اللي بيلزمش اونتولوجي، انا بقدر بس احط التعريفات هيك، بس احط الكلمه واحط تعريفها. ويل هذا للهيومن بكفيش، مرات بدك الستراكشر والنيمينج ما بكفي. وستيل امبيجوس، يعني هون ما بنزلش الغموض. طيب هذا المثال عمره حدا شافه؟ لسه. هاتوا نعرف شو معنات المعنى، ما دام نحكي عن السيمانتكس، شو معنات المعنى؟ شو معنات المعنى؟ وليد؟ أنا حكيت إنه هو المعنى إنه الإشي اللي أنا وياك متفقين عليه عن إشي معين، أنا وياك متفقين هاي شنطة، متفقين إنه هي هاي مواصفات هاي الشنطة. يعني إيش بكون كيف نتفق؟ هات نقول كيف نتفق؟ أنا دخلوا اثنين من المريخ. بدخلوا على غرفة بدهم يسرقوا، بشوفوا شيء أول مرة بحياتهم بشوفوا هاي الأشياء اللي شايفينها. طلعوا حجم، في أشياء طبعا شافوا، في أشياء تشبه بعض صح؟ في أشياء تشبه بعض. هلا واحد منهم بده كل الثاني إنه مثلا هات طول شو؟ كراسي. شو بده كله؟ خلينا نطول الاشي اللي لا بس خلي ولدي يحكي. خلينا نطول الاشي مثلا اللي لونه في اشي اسود وظهره بنه رماد وهيك. اوكي معناته بطول هذول الكراسي، بطولوش هذول صح؟ اكيد صح. طيب هات اكمل عشان نطول هذول. اها خلينا نطول كل شيء مثلا الاربع جرين، هاي ما لهاش جرين، هاي عشان هيك بنغلط. لا عشان هيك او على حرف الاشي اللي ظاهر اللي الناس تقعد عليه ال 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 هي عم تقعد. طيب افرض انه صاحبه مش معاه، صاحبه موجود بالغرفه هذيك، هو بده يروح لصاحبه، روح طول، روح طول شو؟ يلا سناديل. طيب هلا هلا ايش؟ روح طول كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا. هلا بعدين بروح وشو بساوي بعد ما يجي هذاك بشوف يعني. ثاني مره رد كله روح طول ايش اللي جبت او طب افرض انه ما جاوب كمان هذيك المره بيتفقوا على ايش بصير في هيك تيرم بتفقوا عليه يعني. ايوه فروح تيرم بيطلع بتفعل. هلا ثاني مره شو بصير بقول روح جيب لي الكراسي وبس. اذا كلمه كرسي شو لخصت؟ كل المواصفات اللي حكوا كل المواصفات اللي اتفقوا عليها اللي صح ولا لا؟ بس ممكن يكون في مواصفات ما اتفقوش عليها موجوده. بالضبط ممكن يكون في مواصفات ما اتفقوش عليها. اقول لك اضرب لك مثال، بروح على المكتب تبعي بروح اقول له طول كل الكراسي، شو بطول؟ كراسي اللي بشبه هذول شو بخلي؟ اللي بتلف كرسي اللي بتلف. فبقول له يا زلمة أخرى كان لازم جبنا هذاك الإشي اللي فبطوروا وعنا آخر بيوسعوا مفهومه. طيب صاروا عشرة مش اثنين، يعني في انتليجنس. لا لا في فيها بسموها نيغوشيشن، سوشيال نيغوشيشن، وانت مش داري. صار مثلا افرض انهم عشرة، في واحد منهم بيجي بينسى إشي، الثانيين هذول شو بيقولوا له؟
لا يا زلمه كلمه كرسي برضه بتعني كذا او هو بفهمها لحاله. على فكره الولد صغير بتعلم بغلط بعدين برد بصير وسع او يضيق وسع ويضيق كاليبريشن بتصير. ها لا بصير زي السوسايتي يفهم شو الكلمه هاي بتعني. طيب كل اهل فلسطين اوكي مهم بضلوا يحكوا مع بعض وفي بينهم تلفزيون. طيب او فلسطين والمغرب كيف بدهم يتفقوا على معانا اذا ما فيش بينهم كوميونيكيشن؟ مش هيتفقوا معناها كل واحد عايش في كوكب مزبوط. هلا بس وين بدهم يتفقوا لما يصير في بينهم كوميونيكيشن؟ شو يعني كوميونيكيشن؟ بيسمعوا على التلفزيون بيسمعوا على نفس التلفزيون في تواصل في المجتمع من زيارات ومن زواج ومن وين هذا المجر؟ صح ولا لا؟ شفتوا كيف المعاني تتفق؟ هلا باختصار شديد جدا شو اللي صار؟ شو اللي وصل لكم الحكي؟ هيك فتحنا العصر الحجري هيك كانوا زمان شو اللي وصل له؟ حسيت حالي قبل الإسلام بدنا نعرف شو معنات المعنى اول ما نشأ الكون هذا بدنا نعرف شو معنات المعنى. هلا شو معنات المعنى؟ انه في عندي كلمه لاحظوا في عندي كلمه هلا هاي شو اسمها بالعربي جوال لاحظ طب كلمه جوال ليش بدنا نستعملها ده شو سوينا احنا المجتمع عارف شو سوى راح جاب كلمه مستعملي واستعملها مش كيفها لا استعملها لمعنى ثاني باختصار مرات بكون ريليتد مرات مش ريليتد المعاني المعنيين يعني. مرات في بكون بينهم ريليشن بس مرات لا زي كلمه كافر شو معنات كافر انتوا فاهمين شو معنات كافر ويل ديفايند ها لا كافر ما هي في اسمه الدين تنعطى انه عكس المسلم هو بكفر باي اما الكافر هي تغطيه النعمه او الشيء عارف بالضبط شو هي كان معناها مزارع اللي هي كان يكفر على البذور يعني كان يغطي البذور فبقى اجى الاسلام كان اللي بكفر على الحقيقه بدنا نسميه فمرات يعني الاشياء تتطور الكلمات تستعمل لمعاني مختلفه على كل حال هون اللي بدي اقوله بس انه في عندنا الكلمه قد تكون مكتوبه او محكيه بصوت أو مكتوبة وفي هاي بالغيمة هاي شو فيها؟ هاي وين هذا الغيمة موجودة يا عبير؟ لا وين؟ بروسنا هاي موجودة بروسنا الكونسبت هاي عارف شو يعني؟ اللي كان يحكي قبل شوي وليد الأشياء اللي كياسها الكد وطولها الكد ولها ظهر كذا ولها تستعمل الكعدة هاي المواصفات هاي هي الكونسبت هاي الصوره اللي موجوده عندنا في الموجوده هلا هاي وفي عندنا بعدين نشوف العالم الاشياء الحقيقيه اوبجكتس الاوبجكت الحقيقيه انا في كلمه انسان لاحظوا في كلمه انسان في مفهوم في الانسان وفي انا الكلمه بتاشر للمفهوم وشو الانستانس تاع المفهوم الكونسبت انا زي ناخذ الجابه كلاس اسمه بيرسو بس الكلاس وين موجود؟ في رؤوس الناس شو الاوبجكت تبعه؟ احد الاوبجكت انا مثلث نسميه مثلث المعنى فهمتوا؟ هذا ضروري عشان نفهم اشياء هلا هاي نسميها الكونسبت شو الكونسبت؟ set of rules we have in mind to distinguish similar things in reality هذا الانستانس بالعربي شو هذا الانستانس؟ أولين ما صدق الما صدق يعني ها مش هاي يعني هاي شو يعني بالعربي هاي مجموعة من الشروط والخصائص اللي إحنا نستعملها عشان نميز أشياء عن أشياء مزبوط هاي ما صدق هذه الشروط فتصبح كلمة واحدة موجودة باللغة العربية مستعملة منذ آلاف السنين اسمها الما صدق استعملوها الشعراء لا مش الشعراء المناطق المناطق العربية طيب يوم المؤتمر بدهم يشوفوا مواصفات ليش في مواصفات؟
طيب اذا التيرم بنقول ما ريفير تو ديفرنت كونسبتس مزبوط لانه استعملنا كلمه جاكوار لانيمال وجاكوار لسياره مزبوط الكونسبت مايت بي يعني الكونسبت عن كلمه السياره مش 100% اللي في مخ وليد هو اللي في مخي انت من وين وليد بيجيني وانا بيجيني انا في احتمال معناته ان 99.7% ان انا وياك نتفق على كل السياره وانا من جنين كمان وانت من جنين طيب نروح الخلايلي انت وعبير السياره نفسها من القدس يعني بجوز مش 99.7% 99.8% طيب شو سياره بالنسبه لك وبالنسبه للواحد بالاردن بجوز 98% الواحد المغرب بجوز 95% يعني الناس مش 100% بيكونوا شيء للكونسبت زي شو معنى الكتاب كل شيء يعني هسه ورجيك كل الكتب اللي بالدنيا هل 100% انا وياك طبعا في مجموعه داخل من جدا بنقول انا وياك متفقين عليها 100% بس في ممكن يكون اشياء انت ما بتقبلش تسميها كتاب يعني اجيب مجله انا بقول انا كتاب انت بتوافقش ملاحظين ففي مرات خلافات سو اتس نوت اكزاكتلي انا نحكي هذا بالحياه ملاحظين هلا الدكشنريز هي عمليه توثيق للكونسبتس مزبوط بس مش فورما الانتولوجي لازم تبكى توثيق للمعنى وفورما ما هي اكسل بس ف بنحكي عن لكسيكال سيمانتكس بعدين هلا وات از اونتولوجي ناخذ بريك ولا نكمل يعني بدي انا نص ساعه ناخذ بريك ناخذ بريك نص ساعه ونروح لا ناخذ بريك